السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم وضمن تحضيرات رمضان عجين بيتزا كيجي رائع بزاف، هشيش بدون دلك ولا أي مجهود، مع اقتراح الحشوة لهذا العجين هذا اللي كتجي اقتصادي وفي المتناول، وطريقة الاحتفاظ أيضا بهذا العجين يعني للشهر الفاضل. كنتمنى تتابعوا معايا الفيديو للآخر باش تعرفوا على جميع مراحل ديال التحضير. اذا غادي نحتاجو لجوج كيسان ديال الفينو او الدقيق سميد ناعم جدا، غادي نحتاجو لخمسة الكيسان ونص من الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال الزعتر، غادي نحتاجو لثلاثه المعالق كبار من الحليب بودره، الا ما توفرش ممكن نعوضو بالحليب العادي، غادي نحتاجو معلقه كبيره من السكر سنيده ومعلقه صغيره من الملحه ومعلقه كبيره من خميره الخبز، وغادي نحتاجو الكاس لاروب من زيت الزيتون والماء الكافي اللي غادي يجمع لينا العجين تقريبا 3 ديال الكيسان ديال العنبه. وندوزو لطريقه التحضير. اذا بالنسبه لطريقه التحضير فغادي نقسمها على جوج ديال المراحل. في المرحله الاولى وضعت 3 الكيسان ديال العنبه من الدقيق الابيض، غادي نضيف عليهم السكر سنيده والملحه، وغادي نضيف الحليب بودره وخميره الخبز والزعتر كميه، غادي نحكو هكا. ممكن ايضا تضيفوا البودره ديال البصل او البودره ديال الثوم الا كانت متوفره، الا ما كانتش متوفره فكتاخدو هكا غير ضريس ديال الثومه وكتحكوه في حكاكه رقيقه وكتضيفوه للعجين حتى هو كيجي مزيان. ومن بعد كنضيفو زيت البلديه كاس الا ربع وكنخلطو هكا حتى كيترمل لينا العجين وكيتلبس يعني بالزيت مزيان. ودابا غادي نعجن العجين بالماء يكون دافي، غادي نوضع 3 ديال الكيسان قياس ديال العنبه. بالنسبه اللي يعني بغى يعوض بالحليب فممكن ايضا يدير الحليب يكون دافي، ولكن يعني ما يضيفش البودره ديال الحليب في الاول، يعني يستغنى عليها ويعجن فقط بالحليب يكون دافي في عوض الماء. صافي، وكنحركو مزيان بالخلاط اليدوي حتى كتنسجم المكونات كامله. ومن بعد غادي نغطيوها بالورق الغذائي وكنخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها مدة ربع ساعة تقريبا، يعني ما كتاخدش الوقت بزاف. صافي، من بعد ما كتخمر غادي نكملو بقية المراحل. غادي نضيفو الدقيق سميد الناعم او الفينو جوج كيسان ديال العنبة، ونضيفو الكمية اللي تبقات لنا من الدقيق اللي هي جوج كيسان. ما تضيفوش جوج كيسان ونص في دقه واحده، يعني حتى كتشوفوا القوام ديال العجين ديالكم، لانه كما سبق قلت لكم فكاين نوعيه اللي كتشرب بسرعه وكاين النوعيه اللي لا، لذا فكنضيفوا جوج كيسان في الاول حتى كنشوفوا القوام ديال العجين، ومن بعد الى خصنا فاحنا كنضيفوا. فانا هنا ضفت نصف كاس من الدقيق لان مازال العجينه يعني كتلصق في القوام ديالها. في المجموع خدا ليا العجين خمسة الكيسان ونص ديال العنبه كما قلت لكم، فنصف كاس كيبقى احتياطي، انا هنا بقى لي العجين كيتلصق فضفته. نتوما ما تضيفوش من الاول حتى كتشوفوا القوام ديال العجين.
صافي، وغادي نبقى كنجمع غير بأطراف الأصابع حتى كنحصل على واحد العجينة كتكون رطبة. غادي نكمل يعني غير ندلكها غير شوية هكا فوق سطح العمل، كنرش شوية ديال الدقيق وكنجمعها بلا ما ندلكها يعني بزاف، غير هكا كتجمع ليا صافي وكنخدم بها. كما كتشوفوا فكتجي رطبة. ودابا غادي نقسمها على 4 ديال الأجزاء، جوج ديال القطع غادي نشكل بيهم البيتزا بحجم كبير، وجوج ديال القطع غادي نشكل بيهم ميني بيتزا أو لا بيتزا صغار. صافي، دابا غادي نطلق العجين على سطح العمل، يعني السمك ديالها ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف. غادي ناخد قطعة تكون صغيرة على هاد الشكل هذا، وكنبقى كنقطع دوائر صغيرة، تقدروا ديروا القطعة صغر منها او لا كبر منها شوية. هذا كيبقى هو الحجم المناسب بالنسبة للبيتزا الصغار. صافي، ومن بعد كنحيد الفائض ديال العجين، كما كتشوفوا كيتحيد بسهولة. غادي نوضعو جانبا حتى كنخدم به من بعد، وغادي نوريكم الشكل ديال يعني العجين كيبقى محافظ على الشكل الدائري ديالو، ما كيتبدلش نهائيا. وغادي نكمل القطعة الأخرى اللي بقات ليا بالنسبة للبيتزا صغار. غادي نعود معكم باش تبعوا معايا مزيان. كنسرحوا العجين بالمدلك يعني فطريقة سهلة بزاف، فقط المبتدئات اللي يعني ما عارفينش يعني كنزيد كنوضح الطريقة بالنسبة ليهم. صافي، كنسرح العجينة، السمك ديالها يكون متوسط. وكناخد القطاعة وكنقطع على شكل دائري. بالنسبه للكميه اللي عطيتكم فكتخرج 40 حبه صغيره ديال البيتزا. بالنسبه لي انا فقسمتها على جوج. الا كنتو نتوما يعني غتستعملوا الكميه كامله ديال العجينه بيتزا صغار فكتخرج 80 حبه. صافي، وكنحيدهم بكل سهوله. انا غنعاود نوريكم الشكل ديالها بانه ما كيتبدلش، لان بزاف ديال الاخوات كيتشكم بان العجينه بعد ما يعني كيقطعوها كيتبدل ليها الحجم ديالها. فيعني هادي انا كنضمنها لكم بانها كتصدق 100% وما كيتبدلش ليها الشكل ديالها نهائيا حتى من بعد ما كطيب. صافي، دابا غادي يعني كنثقب العجين بفرشيطه، حاول انكم تقبوها مزيان باش ما تنفخش ليكم بزاف. وكندخلها كطيب على فرن يكون في الاول كيكون الفران سخون بزاف، ومن بعد كتنقصوا عليه وكتخليوهم حتى كيشدوا راسهم على هذا الشكل هذا، وكتخرجوهم يعني ما يتحمروش بزاف، فقط غير يبقاو يعني محافظين على يعني يبقاو بيضين ويشدوا راسهم. صافي، وكنطفوا عليهم وكنخرجوهم. ما يعني ما كملاش واحد 10 دقائق حتى ل 12 دقيقة كيكونوا واجدين. دابا غادي نحضر معاكم البيتزات اللي كيجيو كبار او لا متوسطين في الحجم. يعني نفس الطريقة كنتبعوها. ممكن تستعملوا القطاعة اللي كتكون متوسطة او لا كبيرة، او لا تقدروا غير يعني تشكلوهم يعني كويرات صغار وكتلقوهم بالمدلك حتى كيطلقوا على شكل دائري. بالنسبه للبيتزات متوسطين فكيخرجوا 18 قطعه، وإلا كانوا كبار فكيخرجوا 10 ديال القطع بحجم كبير. بالنسبه لي انا فاستعملت يعني غير الحجم المتوسط كيعطيني 18 القطعه. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. صافي، وغادي نتقبها بالفرشاة مزيان
وكندخلها للفران كطيب بنفس الطريقة ديال البيتزا تصغر. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ، فأنا كنستعمل هاد الأكياس البلاستيكية اللي كيجيو على الشكل هذا، وكنوضع فيهم القطع ديال البيتزا. الا ما تفرج عندكم فكتاخدو غير الورق الغذائي او لابابي سلفوريزي وكتوضعوا فيه، يعني بنفس الطريقه كتوضعوا فيه القطع ديال العجين وكتلويوه وكتوضعوه في شي بواطه تكون محكمه الاغلاق وكتوضعوه في الكونجيلاتور، كيبقى مده طويله. الا توفروا عندكم هاد الاكياس فكتستعملوا بنفس الطريقه اللي وريتكم على الشكل هذا، وتقدروا يعني تكتبوا التاريخ اللي احتفظتوا به بهاد البيتزات وكندخلهم للمجمد، كيبقاو لمدة طويلة وكيبقاو مزيانين. دابا غادي نقترح عليكم حشوة اللي كتجي اقتصادية لهاد البيتزات. عندي كمية من الجبن، كمية من الفلفل الأحمر أو الأخضر أو اللي متوفر عندكم، عندي قطع ديال الزيتون الأسود وعلبة ديال الطون، عندي ايضا 2 معالق كبار ديال مركز الطماطم اللي غادي نضيف عليه شويه ديال زيت العود. انا هنا فقط استعملت الطماطم المعلبه فقط باش نختصر، يعني نختصر الوقت. الى عندكم الصلصه ديال الطماطم استعملوها. كنضيف شويه ديال البودره ديال الثوم وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. كنضيف القليل من الماء باش كتطلق ليا الصلصة. وفي الأخير كنضيف شوية ديال الزعتر. صافي، حتى كيولي القوام ديال على هذا الشكل هذا. وكندهن بها الوجه ديال البيتزات نص ملعقة صغيرة تقريبا في كل قطعة. ومن بعد كنستف الطون المعلب على هذا الشكل هذا. بالنسبة لي أنا استعملت الطون صوني منزلي. إلا كنتو بغيتو طريقة التحضير ديالو فاكتبوها ليا في لي كومونتيغ، وإن شاء الله نحضرو معكم في فيديو. وممكن أيضا تستعملوا أي حشوة يعني بغيتو، فقط كيبقى مجرد اقتراح. تقدروا تستعملوا الدجاج او الكفته او لا اي حاجه مصفرة عندكم. وكنوضع قطع ديال الفلفله. الفلفله ما طيباش، فقط غير قطعتها هكاك دوائر. وكنضيف قطع ديال الزيتون الاسود، فصراحة كتجي هاد البيتزا لذيذة بزاف والعجينة كتجي ألد. كنصحكم بالتجربة ديالها. ممكن تحضروها يعني في آخر الدقائق يعني قبل الفطور أو لا، يعني هكا بسرعة كتوجد ما كتحتاج الوقت نهائيا. وكنزين بالفرماج. عندي أنا هاد النوع ديال الشيدر، تقدروا نتوما تعوضوا غير بالفرماج العادي، أنا هذا اللي كان متوفر عندي. صافي، وكندخلهم كيطيبوا تقريبا الوقت ديال 5 ديال الدقائق، ما كي ياخدوش الوقت نهائيا لانهم ديجا طايبين نص طيبه، ففقط غير كي ياخدوا اللون الذهبي على الشكل هذا. وكي يدوب لينا الفرماج، ملي كنخرجوهم كنزينوهم بشويه ديال الزعتر وشويه ديال زيت الزيتون. صافي، وكنقدمهم بالصحه والراحه. كنتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تستفدوا معايا في هذا الفيديو. وكنقول